أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الإسلام ما يقبل من الإنسان إلا أن يكون كل شيء منه لله وحده. خلاص. الإنسان الذي يعمل لا لله فليتخذ أجره من غير الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا هو الإنسان المصلي لا لله. حتى الناس يقولون هو شلون إمام جماعة، إيش كثر جماعة وراءه، صلاة نصف فلس، صائم. حتى الناس يقولون خوش إنسان يصوم. هيج بلاش، رايح للحج حتى الناس يقولون خوش حجي. لهذا السبب فلس، راح يحارب حتى يبدي بطولته نصف فلس، حتى قتل نصف فلس، قتل ماكو فائدة. كذلك حارب تحت لواء. أكو أسئلة هالأيام، هؤلاء الذين يقتلون ويقتلون من الفدائيين من الفلسطينيين من غيرهم، جنوب لبنان غيره، مصيرهم الجنة أو النار؟ مصيرهم هالآية تعينه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، مو للعروبة أبدا، مو للشرق، مو للغرب، مو للحدود الوطنية الضيقة التي صنعها المستعمرون، لله ورسوله والوطن الإسلامي الكبير، هذا أجره على الله معلوم. أما إذا مو هالشكل، حتى يحارب تحت لواء رسول الله. كلكم سامعين أن إنسانا جاء وحارب تحت لواء الرسول وهو رأى في المشركين امرأة جميلة، قال نحارب، نغزو، نغتنم الغنيمة، أحصل على هذه الفتاة الجميلة. حارب وقاتل وقتل، والرسول يصلي على المقتولين. يجب أن تعلموا أيضا أن الشهداء الذين يستشهدون في ساحات الإسلام، هؤلاء لا غسل لهم، غسل ماكو، لا كفن لهم، كفن ماكو، لا حنوط لهم، حنوط ماكو. حنوط يعني شنو؟ لأن الميت أول يغسلوه ثلاثة أغسال، سدر، كافور، ماء قراح. لا تقولوا إحنا مغسلين أموات. كثيرا ما الإنسان والعياذ بالله يبتلى بهالأشياء، يجب أن يعرف. رحت مع صديق في الصحراء وصديقك مات، شو تسوي؟ هالشكل تدفنه؟ واجب عليك أن تغسله، لأن غسل وأعمال الميت واجب كفائي. غسل سدر، يعني شوية سدر يخلطون بالماء، شوية سدر يغسلونه من رأسه إلى رجله، أو الرأس ورقبة، بعدين الطرف الأيمن، بعدين الطرف الأيسر، بعدين ماء كافور، شوية كافور يخلطون بالماء، رأس ورقبة مال الميت، طرف الأيمن الميت، طرف الأيسر الميت. الماء الثالث الماء القراح، يعني الماء الخالص. إذا ما عندك سدر وكافورة وأنت في الصحراء وأنت في السفينة، ثلاث ماءات تغسله الميت. إذا فرضا أصلا ماء ماكو، رحتم إلى الصحراء ولا سمح الله وضيعتم الطريق وأحدكم مات وماء ماكو أصلا، ييمم الميت. يمم يعني شنو؟ يعني تجعل يديك على الأرض وتمسح جبهة الميت من هنا إلى هنا هالشكل. يديك أنت مو يدي الميت، ها مشهور بين العلماء، يديك أنت يعني هالشكل، تضرب يديك على الأرض وتمسح جبهة الميت منا لهنا، وتمسح يديه منا لهنا ومنا لهنا،
قسم من العلماء قالوا ثلاث مرات هذا التيمم، وقسم من العلماء قالوا مرة واحدة، الاحتياط ثلاث مرات. هذا يسمى غسل. بعد هذا الغسل أكو تشريع ثاني ويسمى الحنوط. الحنوط يعني شنو؟ يعني يأخذون قسم من الكافور جبهته، أنفه، يديه، ركبتيه، أصابع رجليه، والمستحب الصدر والأنف. سبع واجبات يخلون بيه شوية كافور، كافور هالشكل، كافور هالشكل، كافور هنا، كافور هنا، كافور هنا، كافور هنا. ومن المستحب الكافور على الأنف والكافور على الصدر أيضا، هذا يسمى بالحنوط. هذا الحنوط ساقط عن الشهيد. الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يحنط، الشهيد لا يكفن. التشريع الثالث الإسلامي شنو؟ كفن. الكفن شلون؟ فرد وزره، وزره وزره فوطه، وفرد ثوب. الثوب هم فرد شيء آخر أيضا، مو ثوب ثيابنا، منا من الصدر لنصف الركبة لهنا، نصف الساق. هذا يسمى بالشنو؟ بالقميص. هذا اثنين. والشيء الثالث لفافة. لفافة فرد شيء جدا واسع، من رأسه إلى رجله يلفونه به، ولما يضعونه في قبره يوخروا هذا الشيء، يجعلون وجهه على التراب، وجهك ووجهها. من كان لا يطأ التراب برجله، هذا الجراب حتى لا نطأ التراب، أمداس أجلكم الله فراش. من كان لا يطأ التراب برجله يطأ التراب بناعم خدي. كفن ماكو للشهيد، غسل ماكو، حنوط ماكو، صلاة أكو يصلون عليه خمس تكبيرات هي صلاة المعروف، والدفن أكو، وبملابسه يدفن، لأن الميدالية مال المسلم، ميدالية مو هذه اللي بالملاعب يطو، ميداليته قطرات الدماء، هذه ميداليته، وهناك يفتخر. وكل قطرة من دم الشهيد تشع نورا يوم القيامة، نور. شهداء يصلون عليهم، ويصير فرد 100 شهيد، 50 شهيد، 200 شهيد، 500 شهيد، فرد مرة يصلون عليهم. حتى الميت يصير هذا الشيء. حتى في هنا مختصر رحنا شفنا 50 ميت جاهز يصفوهم تصفية، الله أكبر. الضمائر يصير جمع، شهادتان والصلاة والدعاء للمؤمنين وله، دعا وقت اللي يدعون له، اللهم إن هذا المسجى عبدك وابن عبدك، نقول اللهم إن هؤلاء المسجين عبادك وأبناء عبادك، الضمير يصير جمع جائز. وأنا مصلي هذا الشيء في كربلاء مكرر، لأنه أحيانا والعياذ بالله سيارة تنقلب، 20 أكثر أقل يجيبوهم، وفر الصلاة يصلون عليهم. الرسول كان هكذا يصنع في الحروب، وقت اللي 20 شهيد، 50 شهيد أكثر أقل، كلهم يصفتهم ويصلي عليهم صلاة واحدة، إلا بعض الشهداء اللي الرسول يريد أن يخصصهم لأنهم أكثر خدمة للإسلام، يصلي عليهم صلاة منفردة، ولا شهداء الباقين يجمعهم وفر الصلاة عليهم ويدفنون. والشهداء أيضا يدفنون في قبر واحد أو في قبور متعددة، يعني 5 شهيد معا، 4 شهيد معا، 20 شهيد معا، 30 شهيد معا، الشهداء اللي مع الحسين كلهم دفنوا في حفيرة واحدة، باستثناء العباس، علي الأكبر، الحور، العون، حبيب المظاهر، ولا بقية الشهداء في حفيرة واحدة دفنوا، يعني سرداب هنا هنا يخلون الأموات جنب بعض في أمان الله. شاهدنا القتال تحت لواء الإسلام، جاءوا إلى الرسول وقالوا يا رسول الله صلى على هؤلاء الشهداء. لا بس، جابوا الشهداء، أبو طالب شهيد في سبيل الإسلام، علي أكبر شهيد، زيد شهيد، عم شهيد، وجاءوا بهذا الشهيد المحترم يصفوا. الرسول قال لا وخروا، هذا الشهيد نريد مقتول في سبيل رسول الله تحت لواء رسول الله. قالوا يا رسول الله لما؟ هذا حقيقة فرد فضيحة أصلا، صور هذا الشيء، عندك شهيد تودي الرسول يصلي عليه يقول ما أصلي عليه،
افرض ننزل المثال مثال صغير صغير نسويه هنا بالمغتسل ودوني إليك يا محمد أصلي على ميت، قلت لا هذا الميت أنا ما أصلي عليه. تدري على أنه شنو ضجي يصير في البلد؟ شهيد ومقتول تحت لواء الإسلام وتحت يد رسول الله وفي حرب الإسلامي، الرسول قال لا أصلي عليه وخروا، هذا ما أريده، هذا الشهيد يصلي يصوم ولا رسول الله والشهيد في سبيل الله. الرسول قال إنه جاء ليحصل على المرأة الفلانية والتي تسمى بأم جميل، المسلمون سموه بشهيد أم جميل مو شهيد الله، هذا هو. في زماننا أيضا شهيد لينين، شهيد ستالين، شهيد كارتر، وش صار الشعارات اللي تعلمون بها. إذا يحارب لأجل هؤلاء وتحت ألوية هؤلاء رأسا جهنم، خل يقتل إلى جهنم، الله مو محتاج إليه. أما إذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل للأرض الإسلامي، يعني هالحدود اللي في بلادنا الآن ما كانت في زمان الإسلام أبدا، إذن الحدود مال 60 سنة ولي هسة المستعمرين وزعوا البلاد الإسلامية قطعة قطعة حتى يأكلوها. تشايف ورصة خبز تتمكن تأكلها ثلاث مرات، سويها لقمة لقمة حتى تتمكن تزدرد. الغربيين صنعوا ببلادنا هذا الصنيع، كلها ثلاث حدود، هذا مو مربوط بذاك، ذاك مو مربوط بذاك، ذاك مو مربوط بذاك، هذا عجم وهذا عرب وهذا هند وهذا تركي وهذا خليج وهذا بليج، على هالمعدل سووه. فإذا حارب لأن تكون كلمة الله هي العليا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحارب للوطن الإسلامي، وحارب لأن اليهود كفرة، لهذا الشأن إلى الجنة لا شك. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وغى أجره على الله. أما ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى لينين وستالين وكارتر فقد وغى أجره على أولئك، في واضح. في الحديث أكو، لا تنسون هذا الشيء، هذا حديث كلش مهم. الرسول الأعظم يقول من أحب حجرا حشر معه. شنو تحب في الحياة؟ فلوس؟ يوم القيامة تأتي والدنانير وياك. تلفزيون؟ يوم القيامة تأتي والتلفزيون وياك. مرأة جميلة من الجيران؟ تأتي وهذه المرأة الجميلة معك. حتى أكو في الحديث أن الطبالين ومعهم طبل من نار وزمار من نار، هذا شعاره كان يحفظ. تحب القرآن تأتي يوم القيامة والقرآن معك، تحب رسول الله تأتي ورسول الله معك، تحب أبو حنيفة تأتي وأبو حنيفة معك، تحب الصادق تأتي والصادق معك. لو أن عبدا أحب حجرا حشره الله معه، هذا هو. شوف شنو تحب، تحب الصلاة، تحب الصوم، تحب الخمس، تحب الزكاة، تحب الحج، تحب الوالدين، تحب الرحم، تحب المسجد، تحب القرآن، أو تحب زهور حسين كان عندنا في العراق، أم كلثوم فر الشيخ من شيوخ الأزهر، ما أدري قرأته في الصحف وما قرأته، قالوا المن تحب؟ قال أحب أم كلثوم، الله يحشرك معها. خلاص إيه في الصحف كانوا كاتبين، هذا عالم يسمى حقيقة. القرآن يقول حقيقة متعجب، حقيقة أنا قرأت نفسي وتعجبت. القرآن يقول ولا يشوفوا اسمعوا ولا يخضعن بالقول، يعني المرأة وقت اللي تتكلم وياك لا بس، مرأة غريبة يعني مو أم وأخت وما أشبه، لكن لازم كلام خشن، شلونكم؟ وين رحتوا؟ شنو اشتريتوا؟ بيش هذا؟ لازم هالشكل، لا يخضعن بالقول، ليغير صوتها شوية فيها دلال، حرام. وهذا يقول إني أحب غناء أم كلثوم، هذا إسلام حقيقة؟ أنا حقيقة تعجبت، عمي أنت تحب أخ المعصية، إظهار المعصية إلوش، لأن إظهار المعصية معصية زائدة. حتى والعياذ بالله أنا أهل المعصية، في بيتي أسوي معصية، مو أقول للناس. إظهار المعصية معصية ثانية. الشاهد أن هذا الشخص
الرسول ما صلى عليه وسمي بشهيد أم جميل. ورجل آخر استشهد في سبيل الله وفي سبيل رسول الله حسب ظاهر المسلمين، ولما جاء الرسول يصلي عليها الرسول ما صلى عليه، هذا وخروه من ريد. لماذا يا رسول الله؟ إنه جاء حتى يحصل على حمار في جيش الكفار، وسمي عند المسلمين بشهيد الحمار، يعني تشهد لأجل الحمار مو لله. خلاص الآن نفس الشيء، إذا واحد يدافع لكلمة الله، للقرآن، للإسلام، للوطن الإسلامي الكبير، يدافع لأجل هذا الشأن، فالروح وريحان وجنة نعيم. أما يدافع تحت شعارات، الشعارات المعروفة والتي لا نسميها، لأجل هذه الشعارات، لأجل الوطن الضيق الذي عينه لورانس، لأن تحديد أكثر بلاد مال لورانس، فرد كتاب أنا أوصي كل الشباب يقرون هذا الكتاب، حقيقة فرد كتاب عجيب وغريب. هذا الكتاب، هذا الكتاب مال قبل 50 سنة تقريبا، اسمه أعمدة الحكمة السبعة اسم الكتاب، ومؤلفه لورانس. وتشرشل قال حول هذا الكتاب، قال هذا كتاب القرن، يعني 100 سنة ولد هذا الكتاب الواحد فقط، بينما ملايين الكتب يطلع يقول هذا كتاب القرن. تشرشل قال حوله الرئيس البريطاني. هذا الرجل وهو لورانس كان جاسوس لهم، وهو الذي حطم كثيرا من البلاد الإسلامية بأساليبه، وجمع هو كيف حطم البلاد الإسلامية في كتاب باللغة الإنجليزية، والكتاب ترجم إلى اللغة العربية، واسم الكتاب أعمدة الحكمة السبعة، مؤلفه لورانس، رجل الغربي المسيحي الذي حطم البلاد الإسلامية كعميل لهم، في قصة طويلة. اقرؤوا هذا الكتاب بصورة خاصة، اقرؤوا أعمدة الحكمة السبعة. الشاهد في أنه فإذا يحارب لله مصيره الجنة، ونعم المطلوب. وحتى أكو في الأحاديث العين التي يدخلها تراب المجاهدين، يصير في الحرب غبار شواظة، سواء دبابة سواء طيارة سواء قنابل سواء أفراس في الزمان القديم، هذا العين لا تكون باكية يوم القيامة، كل عين باكية يوم القيامة من الخوف، إلا عين بكت للحسين، وعين دخلها تراب المجاهدين، تراب الحرب في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، هذه العيون لا تبكي يوم القيامة، حتى ترابهم له قيمة. هذا هو الإنسان المجاهد، ترابه له قيمة، ترابها تراب تحت الرجل شنو له قيمة. فرد واحد كان، هذا يخالف قصة الحسين عليه الصلاة والسلام، وأبوه وأمه نذر إذا الله أعطاهما ولدا يجعلوا حرامي في طريق زوار الحسين، حرامي قطع الطريق في طريق زوار الحسين يقطعه. صار عندهم ولد، الولد كبار، قالوا له نحن نذرنا إذا صرت إنت إلنا نجعلك قطاع طريق في طريق زيارة الحسين. زين لا بأس، أجي الولد، أجي قعد 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 بالليل نص الليل ما أجا أحد، أخذه النوم، فرأى القيامة، في قصة طويلة أنا ألخصها في كلمتين، فرأى القيامة والناس يدخلون إلى الجنة وإلى النار، هذا الولد حكم عليه بالنار، قاطع طريق زوار الحسين ومخالف للحسين يدخل النار شيء طبيعي. بعدين عرض على ملائكة النار، الملائكة النار قالوا احنا من داخل النار، لماذا؟ هذا المجرم، هذا قطع الطريق، هذا الكذا، هذا المخالف، شلون تدخلوا؟ قالوا لأن زوار الحسين اللي مروا من هنا وهو نائم من ترابهم وصل إلى جسمه، روحوا اغسلوه حتى هذا التراب يتوخر منه بعدين ندخله النار. تراب زائر الحسين، هذا فز من النوم والتاب وزار الحسين وأنشد هذين البيتين المشهورين، إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني،
فإن النار ليس تمس جسما عليه تراب زوار حسين. إنسان لازم كل شيء لله، لا تنسون هذا الشيء. أطعمت لله، صليت لله، عملت حسنا لله، بنيت مسجدا لله، أعطيت صدقة لله، بررت والديك لله، وصلت رحمك لله، جاهدت في سبيل الله لله، أي شيء، ذهبت إلى كربلاء لله، إلى خراسان لله، إلى مكة لله، كل شيء يجعله لله، كل شيء. لأن ما ليس لله يفنى، ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. لنرجع الكلام إلى هؤلاء الذين يقتلون من المسلمين في الحروب الإسرائيلية. هؤلاء إذا كانوا تحت لواء الله ولأجل الله ولكلمة الله ولأرض الإسلام فهم إلى الجنة خلاص. أما إذا كانوا تحت شعارات، تحت أفكار خاصة، بطولة حتى يقولون فرد بطل، حتى يخلون تصويره في الجرائد والمجلات، حتى يقولون عملية فدائية عجيبة مثلا، من هالأشياء خسر الدنيا والآخرة. حتى إذا رسول الله معه يدخل النار ما يفيد، ويصبح شهيد الحمار أو يصبح شهيد أم جميل. هذا فمن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت مهاجرا إلى الله ورسوله، لله ولرسول الله، فقد وقع أجره على الله. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.